يعني ايه افضل العلاقات على المستوى الشخصي إيه افضل علاقاته واسواها بالنسبه لمبارك وزعماء العرب افضل اشوف علاقتنا بالسعوديه الحكام السعوديه علاقات تاريخيه وقويه وانا يمكن زي ما قلت هنا مره انا سالت عمرو موسى هو امين عام جامعه الدول العربيه في اخر ايامه قلت له عمرو بيك انا شايف يعني الدول العربيه كلها بعضها بدا يستخف بينا كده الظروف متغيره ودورنا الاقليمي متراجع قال لي قد يكون هذا صحيح الا بلد واحد عنده نقطه ضعف تجاهنا م. ومعنا في السراء والضراء وهو السعوديه انا يعني اندهشت جدا الاجابه دي ولكن يبدو ان هناك ارتباط تاريخي